مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي وقت مستقطع تايم أوت، للحديث عن كأس الأمم الأوروبية وأيضا عن كوبا أمريكا في نسختها الحالية. سوف يكون معي بداية مشاهدينا الكرام من تونس المعلق والصحفي الرياضي زياد عطية. زياد، مساء الخير. مساء الخير أحمد، لكل مشاهدينك الكرام في قناة التنصح. نعم، وأيضا سوف يكون معي مشاهدينا الكرام الآن عبر سكايب من ميونخ الألمانية الصحفي التونسي في شبكة سكاي سبورتس محمد أمين. كابتن محمد، في مصافحة أولى عبر قناة التناصح وفي أول ظهور، أهلا ومرحبا بك ونورتنا. مرحبا بك خويا، إن شاء الله نكونوا في حضورنا قدموا الإضافة وإن شاء الله نوروا لخيان في ليبيا، وانت يعطيك الصحة للإضافة. شكرا لك محمد، ابقى معنا. ونبدأ مشاهدينا الكرام من مباراة القمة بالأمس، حيث سجل ماتس هوملز هدفا عكسيا كان كافيا ليمنح فرنسا الفوز بهدف دون مقابل على ألمانيا في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة لبطولة أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء، ليخسر منتخب ألمانيا مباراته الافتتاحية في نهائيات بطولة أوروبا لأول مرة في تاريخه. وتقدمت بطلة العالم فرنسا في الدقيقة 20 بعد أن أرسل لوكاس هرنانديز تمريرة عرضية قوية من جهة اليسار أمام المرمى، حاول هوملز تشتيتها لكن الكرة ارتطمت بقدمه وسكنت الشباك. وبهذا الانتصار تحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق الأهداف خلف البرتغال حاملة اللقب. نعود الآن مشاهدينا الكرام ومن مدينة طرابلس إلى مدينة ميونخ الألمانية ومع الصحفي التونسي في شبكة سكاي سبورتس الألمانية كابتن محمد أمين. نجدد لك التحية. بالأمس المنتخب الفرنسي بطل العالم يتفوق على المنتخب الألماني بهدف عكسي، ولكن ربما الأجواء وربما كانت المباراة يعني سجال بين الفريقين. صح، ألمانيا فرنسا مباراة ممتازة، شهدت تفوق فرنسا ب1-0، مردود أكثر من ممتاز لبول بوجبا الذي اختير رجل مباراة في مباراة استحوذت فيها ألمانيا على الكرة، لكن فرنسا كانت أخطر بفضل مرتدات مبابي. ألمانيا استحوذت سلبا على الكرة، استحوذت في ثلثي الملعب ولم نرى حركية من المهاجمين خلف مدافع المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي دفاعيا كان صامد وكان كل شيء تحت السيطرة. فرنسا أثبتت امبارح للعالم أنها واحد من أقوى منتخبات العالم، ليس هجوميا فقط بفضل مبابي بنزيما وغريزمان، بل في وسط الميدان والدفاع. بوجبا تفوق على كروس وعلى غوندوغان. كروس وغوندوغان حقيقة زوز لاعبين نفس المواصفات، وكان على المدرب إراحة كروس وتعويضه إمري تشان. إمري تشان اللي يمتاز بالصلابة وبالقوة وكان يقدر يسيطر على دواهج بول بوجبا. إضافة أن في ظل وجود إمري تشان سيكون غوندوغان أكثر حرية في التحرك للأمام. غوندوغان السنة هذه في مانشستر سيتي سجل أكثر من 15 هدف، يلعب في المركز رقم 10 ورودري اللاعب رقم 6. حتى التغييرات منتخب الألماني تغييرات جت متأخرة نوعا ما، لكن الشيء الإيجابي هو أن ألمانيا قادرة تنافس بعد هزيمتها ضد إسبانيا وضد مقدونيا. شكك الألمان من قدرتهم على المنافسة مع أقوى فرق القارة. البارح أثبتت ألمانيا أنها في الطريق الصحيح وأنها بدعوة ميلر وهوملز زوز عناصر من أصحاب الخبرة أفادوا المجموعة. ففي بناء اللعب شاهدنا كيف كان دفاع المنتخب الألماني هادئ. ألمانيا تنتظرها مباراة صعبة أمام رونالدو والبرتغال. يوبيلوف قال البارح بعد اللقاء أسألنا كرة القدم مستوى عالي جدا، لكن هجوميا لم نعمل ما يجب. دفاعيا كنا ممتازين هجوميا ينقص المنتخب الالماني شيء. قتلنا الان من اجل التهديف، لكن حقيقه كافيه من اجل التسجيل. فيما يخص الهدف قال انها هفوه، نعم. انا ما اتهمت اتحمل مسؤوليه الهدف. طيب،
طيب محمد ابقى معنا، بالتأكيد سوف نعود إليك بعد قليل. ونذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى تونس وإلى المعلق الرياضي زياد عطية. زياد، يعني بالأمس فاز المنتخب الفرنسي، ولكن المنتخب الألماني قدم يعني مباراة جيدة إن صح التعبير. ربما المنتخب الفرنسي يعني بهدف عكسي استطاع الفوز، ولكن المنتخب الألماني دفع ربما ثمن الأخطاء الدفاعية، وربما هشاشة ربما الخط الخلفي، وأيضا عدم اعتماد لوف على ربما مهاجم حاسم أمام المرمى حتى يسجل. بداية أعتقد أن المنتخب الفرنسي حقق نتيجة إيجابية وحقق فوزا في مجموعة تعتبر هي مجموعة الموت، الفوز فيها في أي لقاء يعتبر قيمة مضافة لما تبقى من مرحلة المجموعات. لدينا ألمانيا، البرتغال وفرنسا، والجميع يريد تجنب خاصة مفاجأة غير سارة لمنتخب مجر الذي قدم على الأقل تقريبا شوط ونصف صحيح. قوي جدا من الناحيه الدفاعيه. منتخب فرنسا اثبت ان لديه نوعيه وجوده لاعبيه في الخط الخلفي وفي وسط الميدان وفي الخط الامامي تقريبا متساوون على مستوى الاداء. لديه حقيقه خط خلفي صمد بشكل كبير، اما منتخب الماني اراد ان يقدم رده فعل قويه في الشوط الثاني. وكما قال محمد، اعتقد ان المنتخب الالماني فاجأ الجميع في الشوط الثاني بقوته وبصلابته، وكان قادرا على تسجيل هدف التعادل، وكان المنتخب الالماني قريب من ذلك. واعتقد ان المنتخب الالماني عاكس التوقعات خصوصا بعد فتره الفراغ التي مر بها في فتره الماضية، وخاصة الخسارة المفاجئة أمام مقدونيا وخروج المدرب وكيم الذي ستكون له آخر مرحلة له وقدوم المدرب الجديد هانز فليك. ولكن لابد من الثناء على المنتخب الفرنسي الذي يقدم في أداء قوي جدا منذ كأس العالم. وأعتقد أن ثنائية كانتي وبوغبا أصبحت لديها قيمة مضافة عالية جدا. المنتخب الفرنسي 20 مباراة حين يكون هذا الثنائي سويا في التشكيلة الأساسية لا يخسر، حقق الانتصار أو التعادل في أسوأ الحالات. أعتقد منتخب فرنسا أثبت من جديد أنه الأكثر تكاملا في أوروبا، ولكن الفوز يعتبر جيد جدا بقطع النظر وبغض النظر عن الأداء. الفوز قبل الأداء في مرحلة المجموعات، لأن منتخب فرنسا حتى في كأس العالم في مرحلة المجموعات لم يكن أداؤه جيدا للغاية، ولكن استطاع أن يقلب الموازين ضد كل المنتخبات وتوج في النهاية بكأس العالم. أعتقد فرنسا حققت المطلوب، ولكن ألمانيا قدمت نفسها أنها قادرة حقيقة على مقارعة البرتغال. البرتغال صمدت تقريبا في آخر اللحظات لتحقق الفوز، ولكن لابد أن نذكر أن البرتغال عانت كثيرا في اللقاء الودي أمام إسبانيا. طيب ابقى معنا زياد، نذهب إلى محمد من جديد. يعني كابتن محمد، في ذات المجموعة المنتخب البرتغالي حامل اللقب يعني بالأمس استطاع الفوز، ولكن بصعوبة بالغة على المنتخب المجري. يعني المنتخب البرتغالي عانى إلى حدود الدقيقة 84 حتى افتتح جيريرو الهدف الأول، ومن ثم رونالدو استطاع أن يسجل هدفين عن طريق ركلة الجزاء أحد الهدفين، واستطاع أيضا تحطيم الرقم القياسي وأصبح هدافا لبطولة أوروبا. صح، البرتغال مجر مباراة يوم أمس عرفت تحطيم رونالدو رقم قياسي جديد ليصبح هدف اليورو ب 11 هدف، وتجاوز رقم ميشيل بلاتيني 9 أهداف. رونالدو أيضا حطم رقم جديد كأكثر لاعب خوضا المباريات في اليورو ب 21 لقاء. البرتغال بخبرة لاعبيه استطاع أن يخرج من مأزق بودابست ويفوز بثلاثية تخليه يتصدر المجموعة قبل ألمانيا وفرنسا. الخبرة والصبر هذه خاصية البرتغال في أول مقابلات اليورو. إلى دقيقة 83 كيف ما كنت قلت النتيجة كانت 0-0، لكن لم نرى التسرع من الجانب البرتغالي لينقذوا في آخر المباراة على المجر وينتصروا بثلاث أهداف مقابل صفر. البرتغال بسبعة فرص واضحة و70% استحواذ على الكرة اجعل من المباراة في اتجاه واحد، وحتى منتخب المجر قدم شوط ممتاز، لكن هذا كافي أمام منتخب عتيد مثل منتخب البرتغال. منتخب المجر سيلاقي فرنسا في اللقاء القادم، والهزيمة يعني الخروج مبكر من البطولة. مجموعة صعبة ومواجهات قوية في المجموعة F. الصحافة الألمانية تغزلت برونالدو، قال داس ليتس دهوغا، بالعربية يعني هل تكون هذه آخر صيحة رونالدو في اليورو؟ طيب نعود الآن إلى زياد مشاهدينا الكرام للحديث عن المباراة الثانية في هذه المجموعة، وهي مباراة البرتغال والمجر. زياد، البرتغال عانى بالأمس بقيادة رونالدو للفوز على المجر، المنتخب المجري لم يكن سهلا في المباراة. حقيقة المنتخب المجري لم يكن سهلا بطبيعة الحال أحمد، والدليل أنه تقريبا أغلق المنافذ على كريستيانو رونالدو وعلى لاعب الوسط المميز مع مانشستر يونايتد هذا الموسم برونو فرنانديز. أعتقد أن المدرب المجري كانت لديه حصص خاصة جدا لمراقبة وكيفية قطع الكرة والإمداد أمام هذا الثنائي الذي يعتبر قيمة مضافة عالية جدا. منتخب المجري حتى أنه كان سباقا في تسجيل الهدف، ولكن رفض بعد العودة إلى الفار بداعي التسلل. منتخب البرتغالي، وأعتقد أن المدرب سانتوس نجح في خياراته الثانوية
بدخول سانشيز وبدخول رافا سيلفا واندري سيلفا، وقدموا الاضافه العاليه جدا ومنحوا ربما مساحات وحريه اكثر لكريستيانو رونالدو وغيريرو. يعني ان يسجل ظهير ايسر هدف من الجهه اليمنى ويخترق العمق ويسجل هدف، اعتقد كان هناك فكر من المدرب في تغيير اسلوب لعب المنتخب البرتغالي في الشوط الثاني. المدرب لديه 7 أو 8 سنوات، يعرف جيدا هذه المجموعه ويعرف ان لديه مواهب كثيره، لابد ان يحسن توظيفها واستثمارها، واعتقد قد نجح في لقاء صعب جدا. قد يكون لقاء البرتغال البارحه مع المجر اصعب بكثير من مواجهه فرنسا التي تريد ان تلعب وتريد ان تهاجم، واصعب بكثير ايضا من المانيا التي ستلعب ربما اخر ورقاتها امام البرتغال، ولكن اعتقد ان المدرب سانتوس نجح في الخروج من امتحان صعب من امام منافس حقيقه لعب امام جمهور وكان له حافز كبير باكثر من 60,000 في بودابست. رايك في رقم رونالدو القياسي زياد؟ كان مؤكد جدا ان كريستيانو رونالدو في هذه البطوله سيتجاوز رقم بلاتيني، ولكن في اي لقاء ربما كان ينتظرون اللقاء الاول او الثاني او الثالث، تحقق من اول لقاء، واعتقد ان كريستيانو في سن 36 سنه يسجل هدف في الثالث في تلك الطريقه وفي الدقيقه الثالثه بعد الوقت البديل، اعتقد انجاز كبير لكريستيانو الذي بات ظاهره في كره القدم واصبح هدافا، ان يشارك المره الخامسه في اليورو على التوالي، ان يسجل 11 هدف في اليورو، ان يسجل ايضا في 9 بطولات كبرى مختلفه، هذا استحقاق كبير لهذه الظاهرة التي أصبحت حقيقة. نعم. للدراسة والتأمل. نعم بالتأكيد زياد، هي مجموعة صعبة جدا تضم يعني بطلي العالم 2018 و2014 وأيضا بطل أمم أوروبا عام 2016، مجموعة صعبة جدا، ربما من حسن حظ المنتخبات الثلاثة ألمانيا والبرتغال وأيضا فرنسا أن هناك ربما أفضل 4 مراكز ربما من المراكز الثالثة سوف يتأهلون إلى الدور المقبل. عموما ابقى معنا زياد وأيضا ابقى معنا محمد، وسوف نذهب مشاهدينا الكرام إلى المباراة الثالثة في هذه التغطية الخاصة وفي برنامج وقت مستقطع في بطولة اليورو، حيث سقط منتخب إسبانيا في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه السويدي ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات كأس أمم أوروبا. المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب لكارتوخا بمدينة إشبيليا الإسبانية شهدت أول تعادل سلبي في النسخة الحالية، ورغم السيطرة شبه المطلقة للمنتخب الإسباني على مجريات اللعب والتي وصلت في بعض أوقات المباراة إلى نسبة 85%، لكنه فشل في زيارة شباك السويد، وبهذه النتيجة تصدر منتخب سلوفاكيا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط عقب فوزه على بولندا بهدفين لواحد، وفي المركزين الثاني والثالث تواجد منتخبا إسبانيا والسويد، بينما استقرت بولندا بدون أي نقطة في الترتيب الأخير. نعود مجددا مشاهدينا الكرام إلى ضيفنا عبر سكايب محمد أمين الصحفي في شبكة سكاي سبورتس من مدينة ميونخ الألمانية. محمد، المنتخب الإسباني رغم السيطرة المطلقة على الكرة، رغم ربما تواجد أسماء شابة جديدة على المنتخب الأول، ولكن قدمت كل شيء عدا التهديف. صح، إسبانيا تعادلت مع السويد في مباراة سيطرت فيها إسبانيا بالطول والعرض، 86% استحواذ على الكرة، 5 فرص واضحة كانت تكون أهداف، إهدار للفرص غريب في ظل إبداع حارس منتخب السويد أولسن. مباراة كانت حقيقة في اتجاه واحد، وبالرغم أن إسبانيا تنقصه بعض حصص التمارين ينقصه أيضا الهدوء في الأيام الأخيرة، إلا أن كل هذا لم يمنعه من الاستحواذ والسيطرة على المباراة. نعم، إسبانيا بعد إصابة بوسكيتس فيروس كورونا ونتيجة سلبية للورينتي أيضا بعدم إصابته، كان المنتخب في لخبطة وينقصه التركيز، اللاعبين لسموا بيوتهم، وحتى اللقاء الودي الأخير شارك فيه منتخب أقل من 21 سنة. ما شد انتباهي وما كتبته الصحافة الإسبانية بعد مباراة السويد هو المردود المتذبذب للاعب يوفنتوس تورين موراتا وإهدار الفرص بطريقة غريبة، هناك إمكانية حتى عدم إشراكه ضد بولندا، يمكن نشاهده مورينو نقص في التركيز وإهدار للفرص بطريقة غريبة قد يكلفوا مكانه في التشكيلة الأساسية. إسبانيا تحتاج كذلك إلى قائد فوق الملعب، فبعد غياب سيرجيو راموس وغياب بوسكيتس، وحتى بالرغم من الانتقادات اللي طالب لويس إنريكي بعدم استدعائه للاعبي ريال مدريد، شخصيا ارى اسبانيا يبقى من الفرق المرشحه للفوز بالكاس، فهو مزيج بين لاعب الخبره كما تياغو كما حارس المرمى ديخيا ولاعبين الشبان. اسبانيا فريق ممتاز لكن
ينقصه رأس حربة ممتاز أيضا. صحيح محمد، ربما إسبانيا فعلت كل شيء أمام السويد، ربما عدا استغلال ربما السيطرة للتسجيل في مرمى المنتخب السويدي. يعني زياد، هل تتفق مع محمد أن إسبانيا بمجموعة أسماء شابة عانت ربما من غياب بعض الأسماء صاحبة الخبرة من أمثال يعني راموس في الدفاع وأيضا يعني في خط الهجوم أيضا زياد؟ بداية أحمد، أعتقد أن المنتخب السويدي بهذا اللقاء عاد الأذهان إلى اللقاء البطولي الذي قدمه في إيطاليا أمام منتخب الأزوري حينما تأهل لكأس العالم في روسيا وصمد لقاء كامل، أعاد الكرة وصمد بشكل كبير، وتألق حارس روما السابق وحارس إيفرتون الثاني بعد بيكفورد في نادي إيفرتون أولسن الذي كان رائعا حقيقة وتصدى لكرات عديدة وخطيرة. المنتخب الإسباني واضح جدا كما تحدث محمد وكما تحدث كل وسائل الإعلام والفنيين والمتابعين أنه يعاني من غياب رأس حربة ومهاجم قناص قادر على تجسيم كل الفرص والكم الهائل، ولكن تكررت الصورة نفسها أمام منتخب البرتغال في لقاء الودي، مراتا أضاع العديد من الكرات السهلة، وتكرر ذات الأمر أمام منتخب السويد، لديه على بنك البدلاء بالنسبة لإنريكي أسباس وأيضا جيرار مورينو ثنائي جيد، ولكن هل أنه سيكون خير بديل لمراتا على مستوى تجسيم الفرص أم لا؟ أيضا لابد من نقطة أخرى إضافية، أن جودة لاعبي منتخب إسبانيا حقيقة تراجعت كثيرا مقارنة بسنة 2008. نعم. لما كانت تشافي، لما كان إنيستا، خاصة هذا الثنائي الذي كانت له جودة عالية جدا في وسط الميدان يتحكمون في النسق وفي صناعة اللعب وفي التحول السريع في الهجمة، منتخب الإسباني ما زال يعاني من هذا. كما تحدثت حتى قبل انطلاق البطولة أحمد، لا أخفي عليك أنا خائف جدا على منتخب إسبانيا عكس محمد، على مستوى أن تكون هناك مفاجأة غير سارة ربما بخروج مبكر لمنتخب إسبانيا، ربما بأداء باهت جدا. حتى الأداء رغم الاستحواذ مرة أخرى أحمد، نقطة مهمة جدا أن الاستحواذ في كرة القدم لم يعد يعني شيء، منتخب اسكتلندا استحوذ وخسر أمام تشيك، منتخب إسبانيا استحوذ وخسر أمام منتخب وتعادل أمام منتخب أسود. تغيرت معادلات كرة القدم، منتخب إسبانيا في موضع محرج جدا، حتى غياب مهاجم هذا لا يكفي، هناك جودة لاعبين تراجعت كثيرا مقارنة بالفترة الماضية، بيدري ناقص خبرة بشكل واضح جدا، يحتاج إلى عمل أكبر، يحتاج لخبرة أكبر، والمواجهات الأخرى ستكون أصعب بكثير من مواجهة السويد مع تقدم البطولة. نعم. طيب زياد الآن ابقى معنا، سوف ننتقل الآن سريعا مشاهدينا الكرام لضيق الوقت يعني إلى بطولة كوبا أمريكا، حيث افتتحت البرازيل منافسات كأس كوبا أمريكا 2021 لكرة القدم بالفوز بثلاثية نظيفة على فنزويلا، وسجل المدافع ماركينيوس الهدف الأول في منتصف الشوط الأول، وأضاف نيمار هدفه الدولي 67 عندما ترجم ركلة جزاء لهدف ثان بعد مرور 19 دقيقة من الشوط الثاني، واختتم البديل جابرييل باربوسا الثلاثية قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي. وستلعب البرازيل غدا أمام بيرو، وتتصدر السيليساو المجموعة الثانية رفقة كولومبيا التي فازت على الإكوادور بهدف دون مقابل. نعود إلى محمد أمين عبر سكايب من ميونخ. محمد، يعني البرازيل في نسخة ثانية على أرضها في كوبا أمريكا تفتتح البطولة بفوز على فنزويلا، فوز ربما كان في المتناول. نعم، البرازيل من دون متاعب انتصرت على فنزويلا في مباراة شهدت تألق نيمار بهدف وتمريرة حاسمة، مباراة مهمة تفتح طريق للبرازيل لصدارة المجموعة، مجموعة تعتبر في متناول البرازيل اللي يلعب على أرضه. البرازيل سيلاقي يوم الجمعة منتخب البيرو. البرازيل بفضل القوة وقوة الخط الأمامي انتصر على فنزويلا، يعني هدف وتمريرة لنيمار وهدف ريتشارلسون. مدرب المنتخب البرازيلي تيتي أشار في المردود المتميز من نيمار قائلا، عندما يكون ذهنيا وجسديا حاضر تحصل الأشياء الجيدة. نيمار في الدورة هذه يبحث عن لقب أول صحبة البرازيل في الكوبا أمريكا. مباراة البيرو تعيد للأذهان آخر نهائي لكوبا أمريكا عندما انتصرت البرازيل بثلاثة مقابل واحد، فهل تكرم البرازيل البيرو مرة أخرى؟ سنرى ما سيحدث. نعم بالتأكيد محمد، نشكرك محمد على كل الإضافات وشكرا لك في أول مصافحة لك عبر قناة التناصح، كنت معنا عبر سكايب من مدينة ميونخ الصحفي في شبكة سكاي سبورتس الألمانية. وزياد نشكرك أيضا على إضافتك في حلقة اليوم، ونعتذر ربما عن ضيق الوقت، ولكن ربما في أقل من نصف دقيقة زياد تعليق على مباراة البرازيل. نعم زياد، إذا ربما انقطع الاتصال. على أي حال نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلتقي بإذن الله في موعد لاحق. إلى الملتقى.
كل